حسين وابن جسام رحمة الله عليه، هذه أقولها دائما لقضاء الحوائج، كان يقرأ في صحن أمير المؤمنين في النجف فيقولون له يا ابن جسام أخرج أخرج، أمير المؤمنين ما يستطيع أن يسمع مصعب الزهراء، هاي القضية عظيمة على أمير المؤمنين. وكان يقرأ رحمة الله عليه قمت للبايب لكن ما علي حجاب، حسبي العدوم الذي تخلف الباب، عصرني واسقط المحسن وصدر نهار. يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب، أما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر المرتابة، فهل درى المسمار يوم أصابها في قلبها قلب النبي أصابا، عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك.